مشاهدينا وإلى نشرة جوية جديدة ليوم الجمعة. طقس معتدل على معظم الأنحاء نهارا، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة في شمال البلاد. وننتقل إلى سرعة الرياح، ففي السواحل الشمالية الغربية تصل سرعة الرياح إلى 10 عقدة في الساعة، ومتوسط الرطوبة بين 50% للصغرى و 90 للكبرى. وفي الوجه البحري والقاهرة تصل سرعة الرياح إلى 12 عقدة في الساعة، وتتوسط الرطوبة بين 40% للصغرى و 90 للكبرى. وفي شمال الصعيد تصل سرعة الرياح إلى 14 عقدة في الساعة، ومتوسط الرطوبة بين 25 للصغرى و 85 للكبرى. وننتقل مشاهدينا إلى أحوال الطقس في محافظات مصر، ونبدأها بالقاهرة، حيث تسجل الكبرى 27 والصغرى 16، والجو غائم نهارا وصافي ليلا. وفي الإسكندرية تسجل الكبرى 25 والصغرى 15، والأجواء صافية طوال اليوم. وفي بورسعيد تسجل الكبرى 23 والصغرى 19، والجو غائم نهارا وصافي ليلا. وفي أسيوط تسجل الكبرى 29 والصغرى 13، حيث الأجواء الصافية. وفي المنيا تسجل الكبرى 28 والصغرى 13، والجو صافي نهارا وليلا. وفي شرم الشيخ تسجل الكبرى 28 والصغرى 21، والجو صافي وعاصف نهارا وصافي كليا ليلا. وفي أسوان تسجل الكبرى 30 والصغرى 15، والجو صافي نهارا وليلا. وفي الأقصر تسجل الكبرى 29 والصغرى 14، حيث الأجواء الصافية. وفي حلايب وشلاتين تسجل الكبرى 30 والصغرى 19. وإلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ونستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية، ونبدأها بطرابلس، حيث تسجل الكبرى 27 والصغرى 15. أما في دمشق تسجل الكبرى 23 والصغرى 7، وفي الرياض تسجل الكبرى 31 والصغرى 16. أما في أبوظبي تسجل الكبرى 31 والصغرى 25. وفي الجزائر تسجل الكبرى 16 والصغرى 12. وأخيرا في القدس تسجل الكبرى 20 والصغرى 10. والآن مشاهدينا انتهت نشرتنا، وإلى اللقاء.